الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فعيسى ابن مريم هو رسول الله عيسى عليه الصلاة والسلام، ولد من غير أب، أمه القانتة الطيبة الصالحة الصديقة مريم ابنة عمران عليها سلام الله. هذا عن شيء من التعريف به، ولد من غير أب، وأمه مريم بنت عمران الصديقة التقية البارة الرشيدة العاقلة عليها سلام الله وعليه سلام الله. عقيدتنا فيه أنه عبد من عباد الله الصالحين، وجيه في الدنيا والآخرة، رسول من رسل الله الكرام، من أولي العزم من الرسل، روح من الله، خلق بكلمة كن فكان. نفخ جبريل عليه السلام في مريم عليه السلام فحملت به، كما قال تعالى: فنفخنا فيه من روحنا. قال تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فهذه أو هذا جزء من عقيدتنا في عيسى صلى الله عليه وسلم، نؤمن به وبالإنجيل الذي أنزله الله عليه، لكنه ليس بإله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وليس بابن للإله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وليس كذلك بثالث ثلاثة. فالله إله واحد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.